نفذت القوات المسلحة الأردنية 7 انزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عددا من المواقع الشمالية قطاع غزة. ونفذت عملية الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر، إضافة إلى طائرتين تابعتين للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لألمانيا وطائرة تابعة لسنغافورة. أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن العمل جار على إجلاء 61 مواطنا أردنيا إلى الأردن من قطاع غزة، من الذين سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى مصر. وأوضح الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاء بأن فريقا من السفارة الأردنية في القاهرة والموجود في رفح يقوم باستقبال المواطنين الذين يتم إجلاؤهم من غزة ونقلهم إلى ميناء نويبع إلى القاهرة ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن. وأضاف القضاء أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة بلغ 1247 شخصا لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 764 منهم. ميدانيا، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ليقترب من 32,000 والإصابات ما يزيد عن 74,000 بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة. وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 65 شهيدا و92 إصابة خلال 24 ساعة ماضية وفق الوزارة. وأفادت الوزارة بوجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 37 أما يستشهدن يوميا في قطاع غزة، وكانت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير قد أعلنا أن هناك 28 معتقلة من الأمهات، وهن من بين 76 معتقلة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يحرمهن الاحتلال من عائلاتهن وأبنائهن. في تصعيد جديد ضد غزة وأهلها، قرر الاحتلال الإسرائيلي طرد 20 مريضا فلسطينيا مصابا بالسرطان من بينهم أطفال من مستشفى تل هاشمير وإعادتهم إلى قطاع غزة. ونشرت صحف الاحتلال تقارير حول القرار الذي يأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية على غزة وأهلها. بدورها رفضت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان القرار وطالبت بإبقاء المرضى لاستكمال علاجهم، مؤكدة أن القرار يمثل انتهاكا للقانون الدولي. من دير البلح ينضم إلينا مراسل المملكة باسل عطار. باسل، أهلا بك، نستطلع معك الأوضاع الميدانية وأي أنباء جديدة. نعم غادة، ربما الحديث الآن الأبرز هو ما يدور في مجمع الشفاء الطبي الذي يتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية منذ 3 أيام. قبل قليل اعترف الجيش الإسرائيلي بقتل 140 فلسطينيا خلال هذه العملية التي ما زالت مستمرة داخل مجمع الشفاء الطبي، وأعلن أيضا عن اعتقال 650 فلسطينيا منذ بدء هذه العملية، وأن الجيش أيضا طرد 6,000 فلسطيني كانوا نازحين داخل أروقة هذا المستشفى. نحن نتحدث عن استمرار للعملية العسكرية واستمرار لعمليات التفتيش والاستهداف الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي. المكتب الإعلام الحكومي أيضا أعلن قبل قليل أن إسرائيل قتلت 13 مريضا داخل مجمع الشفاء الطبي من خلال إما عدم توفير الكهرباء اللازمة للأقسام الخاصة بأقسام العناية، مما أدى إلى إغلاق أجهزة التنفس وبالتالي استشهاد 4 مرضى، أو من خلال منع الطواقم الطبية من تقديم العلاج للجرحى والمرضى المتبقين، وهذا ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين في أقسام مختلفة ليصل مجمل الشهداء إلى 13 مريضا. وهناك حتى الآن خطر حقيقي يحيط بحياة 9
فلسطينيين ما زالوا في قسم العناية المركزة يعانون ظروفا صعبة، وهناك خشية من استشهادهم نتيجة عدم وجود أي خدمات طبية داخل مجمع الشفاء الطبي. المكتب الإعلامي للحكومة أيضا ومن خلال البيان الصحفي الذي صدر عنه استنكر عدم وجود أي تحركات حقيقية لوقف ما تقوم به إسرائيل داخل مجمع الشفاء الطبي وما يتعرض له من حرب إسرائيلية غير مسبوقة. نحن نتحدث أن إسرائيل ليست فقط تقتحم أقسام المستشفى وإنما تنفذ عمليات اعتقال بحق الكوادر الطبية، عمليات تحقيق في ظروف صعبة يتعرض لها النازحون أو الطواقم الطبية. هناك عملية أيضا استهداف لمباني حديث عن نصف عدد أو نصف مبنى داخل مجمع الشفاء أو استهدافه بالقذائف، ربما الأمور ما زالت غير واضحة بسبب انقطاع الاتصال في محيط مجمع الشفاء الطبي. إسرائيل أيضا نسفت عددا من المنازل في محيط المستشفى، أي أننا نتحدث عن عملية ربما هي الأعنف والأكثر ضراوة ودموية التي يتعرض لها مستشفى الشفاء باختلاف المرات السابقة التي اقتحمت بها إسرائيل المستشفى. هذه المرة يبدو أن إسرائيل تريد تدمير المستشفى، تدمير إمكانية تشغيله حتى مستقبلا من خلال ما تقوم به من عمليات تفجير، عمليات قتل، عمليات اعتقال، عمليات تحقيق مع الكوادر الطبية، بدعوى أن هناك قيادات كما تقول إسرائيل للفصائل داخل مجمع الشفاء، على الرغم من أنها تسيطر على مجمع الشفاء لليوم الثالث على التوالي، ولم يتم تأكيد اعتقال سوى عدد فقط من أعضاء الفصائل، ليسوا قيادات بالمعنى الكبير أو بالمعنى أننا نتحدث عن قيادات كبيرة، هم فقط ينتمون، منهم أسرى محررين تم تحريرهم خلال صفقة شاليط التي أبرمت عام 2011، أو حتى فائق المذبوح الذي تم تصفيته من قوة خاصة إسرائيلية داخل المستشفى، وهذا الرجل كان ذو طبيعة مدنية في عمله للتنسيق لإدخال المساعدات. هناك خشية من أن الأمور تتجه باتجاه الأسوأ وأن إسرائيل تعد لمزيد من عمليات القصف والتدمير التي تطال مدينة غزة، ليس فقط مجمع الشفاء، المناطق الغربية لمدينة غزة تتعرض لقصف عنيف جدا منذ الصباح، قصف مدفعي، حصار لنازحين داخل معهد الأيتام، معهد الأمل للأيتام. هناك أيضا إجبار للعائلات على التوجه جنوبا، والحديث أيضا أن إسرائيل، وهذا الخطير ربما غادة، شهادات عيان تؤكد أن إسرائيل استهدفت نازحين أثناء تحركهم باتجاه المناطق الجنوبية، وهناك عدد من الشهداء والجرحى نتيجة هذا الفعل الإسرائيلي. عدد من العائلات وصلت إلى المنطقة الوسطى وأفادت أن طائرات كوادكوبتر مسيرة أطلقت الرصاص اتجاه النازحين وغالبيتهم من النساء والأطفال، وهناك عدد من الشهداء نتيجة هذا الفعل الإسرائيلي، والشهادات متطابقة بشكل كبير، نتحدث عن عدد من الشهادات. وبالتالي هناك الآن أيضا خشية من أن إسرائيل تنفذ عملية تصفية حتى بحق النازحين الذين في جلهم من النساء والأطفال. شكرا جزيلا لك باسل العطار، مراسل المملكة من دير البلح. في تصعيد جديد ضد غزة وأهلها، قرر الاحتلال الإسرائيلي طرد 20 مريضا فلسطينيا مصابا بالسرطان، من بينهم أطفال، من مستشفى تل هاشمير وإعادتهم إلى قطاع غزة. ونشرت صحف الاحتلال تقارير حول القرار الذي يأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية على غزة وأهلها. بدورها رفضت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان القرار وطالبت بإبقاء المرضى لاستكمال علاجهم، مؤكدة أن القرار يمثل انتهاكا للقانون الدولي. حيثيات الإجرام الإسرائيلي المتصاعد وسيطرة اليمين المتطرف على القرارات في حكومة الاحتلال، نبحثها مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور علي الأعور الذي ينضم إلينا من القدس. دكتور علي، أهلا بك. دكتور علي، نحن نتابع الحيثيات ليس فقط على الصعيد الداخلي وإنما أيضا على الصعيد الخارجي، ولكن بالنظر إلى كل عوامل الضغط الموجودة حول الحكومة الإسرائيلية إلا أنها متعنتة ومصرة بالمضي في هذه العملية العسكرية والحرب، وخاصة باجتياح رفح.
نعم، تحياتي لكم وكل عام وانتم بخير. تحياتي لكم من القدس المحتلة. بالتأكيد نتنياهو أخذ القرار، ونتنياهو حاليا هو من يقود ربما القرار الأمني والسياسي في داخل إسرائيل. حتى أن نتنياهو الآن ربما اتخذ خطوة ويفكر بإلغاء مجلس الحرب كليا، يريد أن يأخذ القرار بيده. وبالتالي نحن الآن أمام تطورات كبيرة جدا. هناك قرار إسرائيلي باجتياح رفح، وحتى هناك عدم ممانعة من أمريكا، لا أريد أن أسميها ضوء أخضر مفتوح، ولكن أمريكا حتى هذه اللحظة لم تضغط على إسرائيل أو نتنياهو لمنع عملية رفح، بل إن أمريكا طلبت وفد من إسرائيل يسافر إلى واشنطن، وكان بساهي هنيجبي مستشار الأمن القومي لنتنياهو سافر إلى واشنطن للتباحث مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض اجتياح عملية رفح. إذن هناك ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، ولكن هذا يعكس مرة ثانية أن سفر صحيح هنيجبي إلى واشنطن وتشاور أمريكا مع إسرائيل في اجتياح رفح، هذا يعكس أن هناك علاقات متينة، هناك تحالف استراتيجي قوي جدا بين أمريكا وبين إسرائيل. ومن يتحدث أنه خلافات بين بايدن وبين نتنياهو هذا حكي فاضي، هناك علاقات استراتيجية، هناك علاقات كما أشار بايدن، قال لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها. إذا نتحدث عن فلسفة، عن أيديولوجيا، عن فكرة تتمثل في وجود إسرائيل بشكل دائم في الشرق الأوسط. إذا مرة أخرى نعود إلى نتنياهو. نعم، نتنياهو أخذ قرار باجتياح رفح رغم كل النداءات العالمية وكل القرارات الدولية، وحتى محكمة العدل الدولية والدول الإقليمية تناشد بعدم اجتياح رفح، ولكن أنا بتقديري نتنياهو معروف يريد إدامة هذه الحرب، يريد إطالة الحرب لكي يحافظ على مناصبه السياسية ورئاسة الحكومة. نعم، ولكن ما هو الهدف المحرز في ذلك دكتور؟ عندما نتحدث الهدف الأساسي المعلن كان في البداية القضاء على حماس، لم يتحقق ذلك. الهدف الثاني هو إعادة المحتجزين، بعدم تحقيق أي منهما ماذا يستفيد اليوم سوى المماطلة؟ أولا نتنياهو يستفيد نقطتين. النقطة الأولى أنه حتى اليوم المجتمع الإسرائيلي برمته لم يستفيق من صدمة 7 أكتوبر، حتى نتنياهو شخصيا، ونتنياهو يعلم جيدا ماذا فعلت به 7 أكتوبر. أضاعت هيبة نتنياهو، لأن العملية كانت في عهد حكومة نتنياهو. أضاعت هيبة اليمين، واليمين المتطرف كانت في عهد بن غفير وسموتريتش، وأضاعت هيبة المؤسسة الأمنية والسياسية والعسكرية في إسرائيل، وبالتالي هناك فشل أمني واستخبارات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نتنياهو مصر إطالة الحرب من أجل استعادة شعبيته داخل اليمين واليمين المتطرف على أمل أن يحقق انتصار. ومعروف أنه لا يحيى السنوار ولا قيادة حماس ولا حتى القضاء على حماس. البيت الأبيض ماذا قال؟ قال يبدو من المستحيل القضاء على حماس. إذا نتنياهو يعلم جيدا أنه لم يحقق أي أهداف في غزة، وعملية رفح هي فقط قتل المدنيين، هي من أجل سياسة القتل والتدمير التي يمارسها نتنياهو أو التي يتبناها نتنياهو. هذا الذي تبناه نتنياهو، هذا فكر كابوتينسكي، هذا فكر مناحم بيغن وبنغريون عندما دمر 480 قرية فلسطينية. قطاع غزة دمر 5 مدن ودمر 3 قرى في غزة، دمر قطاع غزة بالكامل. ولكن نحن نتحدث عن أيديولوجيا، هذه الأيديولوجيا التي يقوم بها نتنياهو أو يتمسك بها نتنياهو، يريد أن يقوم بافتعال أزمات مع جمهورية مصر العربية، يريد أن يسيطر على محور فيلادلفيا. نتنياهو يريد حرب إقليمية يا جماعة، نتنياهو يريد حرب إقليمية في الشرق الأوسط، نتنياهو يريد حرب مع حزب الله، ويريد حرب أيضا مع جمهورية مصر العربية، ويريد تدمير كامل للمنظومة. نعم، وهل تتحمل ذلك إسرائيل؟ هل هي بصدد الدخول في حرب على عدة جبهات؟ إسرائيل لا تستطيع أن تحتمل ذلك، ولكنه هو يريد أن يزج بالولايات المتحدة في الحرب. هو يعلم جيدا بدون أمريكا يوم واحد نتنياهو لا يستطيع أن يصمد أمام المقاومة، مش أمام الدول العربية، أمام المقاومة لا يستطيع أن يصمد. ولكن هو يعلم جيدا أن الجسر الجوي وأيزنهاور وكل حاملات الطائرات النووية والأسلحة الاستراتيجية وF-35 وF-16 وF-18 موجودة في البحر المتوسط، وبالتالي نتنياهو يريد أن يزج الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب. ويعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدافع عن إسرائيل، كما أشار بايدن بالأمس القريب، قال سندافع عن إسرائيل ونحمي إسرائيل وإسرائيل على المحاك ونحمي الدولة اليهودية. إذن هناك تفكير لدى نتنياهو أنه يريد أولا أن يزج بايدن بالحرب، والنقطة الثانية يريد استعادة شعبيته من خلال إطالة أمد الحرب. ولكن أنا بتقديري من الذي يستطيع أن يوقف نتنياهو؟ من الذي يستطيع على الأقل إقالة نتنياهو أو إخراج نتنياهو من المشهد السياسي بهذه القرارات التي ممكن تؤدي إلى الدمار وتدمير الشرق الأوسط؟
هو الجمهور الإسرائيلي. حتى نعم. يعني تخيلي أختي غادة، تخيلي المستوى السياسي في إسرائيل، المستوى السياسي الذي يقود نتنياهو يصدر قرار بطرد 20 طفل مصاب بمرض السرطان من مستشفى تل الشمير ومستشفى يخلف ومستشفيات المطلع والقدس الشرقية. يعني تخيلي إلى أي مستوى، إلى أين وصل مستوى التفكير في المستوى السياسي الإسرائيلي لدى نتنياهو شخصياً. أطفال مرضى سرطان، أطفال من غزة، أطفال فلسطينيين يريد تهجيرهم وطردهم من مستشفيات إسرائيل. إذا هذا فكر أنا بتكبيري أولاً إفلاس سياسي، أيضاً القيم الإنسانية وصلت عند نتنياهو والمستوى السياسي إلى الحضيض، يعني بطل عندهم قيم إنسانية ولم يعدوا يهتموا بالقيم الإنسانية، وبالتالي نتحدث عن 20 طفل مريض في مستشفى فيكتوريا، مستشفى المطلع، مستشفى تل الشمير. ولكن أين الجمهور الإسرائيلي؟ محكمة العدل العليا الإسرائيلية أخذت قرار وقالت لنتنياهو والمستوى السياسي عليكم أن تعطوا الأدلة لماذا يجب طرد هؤلاء الأطفال الفلسطينيين، لا في مستشفيات في غزة ولا في رعاية طبية لأمراض السرطان في غزة. تم تدمير مستشفى كمال عدوان في خان يونس وتم تدمير مستشفى الشفا. إذا نتنياهو يأخذ أطفال غزة إلى الموت. يعني تخيل أختي غادة، هو دمر غزة وقتل أطفال غزة، حتى الأطفال المرضى بمرض السرطان يريد أن يقضي عليهم في غزة. أي سلوك وأي فكر وأي تفكير، بدلا من أن يعطي الجمهور الإسرائيلي أمل ويعطي السلام للأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين، يذهب إلى القتل والتدمير وكأنه يؤسس للسابع من أكتوبر في 2003 و2040. نعم، هناك نقطة تحدثت عنها وهو أن الآن الموضوع أو لربما الورقة، ورقة الضغط تقع في أيدي الجمهور الإسرائيلي، ولكن شاهدنا الكثير من المظاهرات التي تطالب نتنياهو بالاستقالة. لا نشعر حتى هذه اللحظة أن هذه الاحتجاجات أو التظاهرات لها أي وقع أو أي ضغط كان. بالتأكيد مظاهرات غير مؤثرة. نعم أختي غادة، هذه المظاهرات حتى اليوم لم تؤثر على القرار السياسي ولم تؤثر على نتنياهو. لماذا؟ لأن المعارضة ذهبت مع بني جانس. بني جانس كل مرة يحمي نتنياهو، في كل مرة بني جانس يوفر حماية إلى نتنياهو. في 7 أكتوبر نتنياهو 48 ساعة لا يدري ماذا يفعل ولا يعرف كيف يفكر. بعد 7 أكتوبر جاء بني جانس وقال له ولا يهمك أنا معك. راح بني جانس انضم إلى الحكومة، انضم إلى مجلس الحرب، وانضم إلى الكابينة الأمني والكابينة السياسي. إذا لماذا المظاهرات غير مؤثرة؟ لأن المعارضة التي يقودها المعسكر الوطني بقيادة بيني جانس وأيزنكوت ما زالت تؤمن بنتنياهو وما زالت تدعم نتنياهو. لماذا؟ لأن بيني جانس هو شخصية سياسيا ضعيفة، وبالتالي ما زال نتنياهو يملك القرار العسكري والأمني والحربي، ونتنياهو ذاهب إلى اجتياح رفح وإلى قتل المزيد من الفلسطينيين. ولا ننسى سياسة التجويع أختي غادة، أطفال فلسطين يموتوا من الجوع طبعا. أطفال غزة يموتوا من الجوع، يموتوا أكياس الطحين ممزوجة بالدم الفلسطيني. مجزرة دوار النابلسي ومجزرة أكياس الطحين ومجزرة دوار الكويت من أجل لقمة العيش، ورغم ذلك نتنياهو يقتل ويدمر في الشعب الفلسطيني. أشكرك كل الشكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور علي الأعور، كنت معنا من القدس.